حيول جل مغمرات يا حي مركب الذلايل حزان جدها وسوى السلام بمرهفات صقايل وسوى السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا مشاهدينا في كل مكان، أحييكم من جديد في انطلاقاتنا المتواصلة لهذا اليوم. انطلقت الأسماء والشعارات شوطنا الخامس ضمن الأشواط المفتوحة لفئة الإبكار الإجداع سن الإبداع والإمتاع. يتواصل وتتواصل الإثارة بتواصل انطلاقات هذا الصباح، حيث تنطلق الشعارات والأسماء لأسير في البداية مع الزبارة من تتقدم مع المركز الأول مع الشعار لدعم من يتقدم مع مقدمة الشوط الذي خطف نقطتين في هذا الصباح ويبحث عن النقطة الثالثة بانطلاقة الزبارة مع المركز الأول ليتقدم فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري من يقدم لنا الزبارة مع المركز الأول. المركز الثاني أرى وأتابع جفلة وهجن المرقاب من تقدم لنا جفلة مع المركز الثاني ليتقدم خميس بن سعيد بن صالح الزرعي يقدم لنا شعار هجن المرقاب مع المركز الثاني. المركز الثالث من تحتل المركز الثالث احتلال مع سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني من يقدم لنا احتلال ليتقدم المضمر حمد بن طالب بن علي الجربوعي المري من يقدم لنا احتلال من تحتل المركز الثالث. المركز الرابع أرى وأتابع شواهين بدأت تقترب شواهين فواز بن مهجع بن عليان العنزي من يقدم لنا شعاره ليصل مع شواهين الإنجازات. المركز الخامس أرى وأتابع هنالك القادمة مع المركز الخامس والواصلة في هذه اللحظات. أرى وأتابع هنالك المتقدمة مع المركز الخامس. نتأخر قليلا لنتابع سلام. نعم سلام من تصل في هذه اللحظات هجن سيح السلم من تقدم لنا سلام مع المركز الخامس ليتقدم أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي وأيضا انضمت حبيبي القرشي عاطف بن عطية بن حسن القرشي من يقدم لنا حبيبة مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز الأولى، ولكن أعود إلى المركز الأول، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود من تحتل المركز الأول، أعود إلى من تسللت، إلى من تقدمت. احتلال، احتلال مع المركز الأول، احتلال التي تقدمت مركزا تلو مركز حتى استقر بها الحال مع المركز الأول حتى انطلقت مع صدارة الشوط لتقود هذا الجمع الغفير من الشعارات والأسماء. احتلال تتقدم بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني من يقدم لنا احتلال بمتابعة حمد بن طالب بن علي الجربوعي المري، ولكن العنزي تقدم، العنزي غير مع شواهين فواز بن مهجع بن عليان العنزي. فواز يتقدم مع مركز الفوز والانتصار مع المركز الأول بحثا عن الانتصار. يا فواز الفوز الغالي في هذا المهرجان الغالي على أرضية ميدان الطائف. الله 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 يا راعي شواهين، الله يا بن مهجع من يتقدم مع المركز الأول. فواز بن مهجع العنزي يقدم لنا
شواهين. المركز الثاني احتلال بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني وحمد بن طالب بن علي الجربوعي. المركز الثالث وصلت جفلة وهجن المرقاب ليتقدم خميس بن سعيد بن صالح الزرعي، ووصلت هجن الشحانية مع الزبارة وفاران بن محمد بن حمد بن قريع. المري والمركز الخامس في هذه اللحظات شعار هجن الشحانية. من يصل مع المركز الخامس في هذه الأثناء ليتقدم بالفعل جابر بن سالم بالفران، من يقدم لنا انطلاقة هذا الشعار. ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى شواهين ما زالت مع مقدمة الشوط حتى هذه اللحظات، تنطلق في عرض استثنائي، تنطلق بأداء رائع، تتراقص فوق أرضية هذا الميدان لتتراقص حبات الرمال تحت أقدام شواهين مع المركز الأول. الأمتار الأخيرة هي أمتار الأبداع يا فواز، هي أمتار الإمتاع في سن الإجذاع يا بن مهجع يا العنزية. من انطلق مع شواهين، من انطلق مع هذا الشعار الذي بدأ يغادر، الذي بدأ بالرقص في الأمتار الأخيرة. ما شاء الله وتبارك الرحمن، مع دقة الأجراس، مع التنبيه للكيلومتر الأخير، ولكن شواهين بإنجازاتها تتقدم. شواهين بدأت تبتعد عن أقرب المنافسين في هذا الشوط لتغادر بدون أوامر على سماعة الصوت، على سماعة الصوت ترقص طربا على أرضية الميدان، وهذا هو الرقص العربي الأصيل. ما شاء الله وتبارك الرحمن يا فواز، يا بن مهجع، يا بن عليان، ينطلق نحو السلامات، ينطلق نحو الانتصارات. ما شاء الله وتبارك الرحمن. نعم 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 نعم، غادرت شواهين بالإبداع تغادر، بالسلامات تغادر. أرى الشعارات بدأت تقترب، ولكن بن مهجع لا يرضى إلا بالانتصار، لا يرضى إلا بالسلامات، لا يرضى إلا بالانتصار. هجن الشحانية بدأت تقترب، يا سالم يا بن فاران يا المري، ولكن العنزي انطلق، العنزي غادر مع شواهين الإنجازات. شواهين والأمتار الأخيرة، شواهين شواهين شواهين. هجن الشحانية بدأت تقترب، ولكن العنزي وهجن الشحانية الأمتار الأخيرة. ولكن سلام 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 عليكم يا ابناء تبوك الذهب، سلامي عليك يا راعي شواهين. فواز بن مهجع بن عليان العنزي خطف الانتصار وذهب بالسلامات. المركز الثاني مع هجن الشحانية. المركز الثالث وصلت فيه الظبي ومفلح بن حمود بن مطلق الحمري البلو. المركز الرابع وصلت فيه الزبارة وهجن الشحانية، بينما المركز الخامس جفلة وهجن المرقاب. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، هكذا كانت شواهين بإنجازاتها تحضر ليتقدم ويخطف الانتصار. فواز بن مهجع بن عليان العنزي الذي قدم لنا شواهين، وشاهدنا شواهين وإبداعها مع الأمتار الأخيرة. التوقيت الزمني 6:44 94 جزءا من الثانية. تهانينا ألف مبروك. المركز الثاني طواري هجن الشحانية و7:46 بالفعل حضر الطواري مع المركز الثاني بشعار هجن الشحانية مع سالم بن فاران المري. التوقيت الزمني 7:46 58 جزءا من الثاني. مركز الثالث حضرت فيه الظبي لمفلح بن حمود بن مطلق الحمري البلوي 7:52 31 جزءا من الثاني. مركز الرابع حضرت فيه جفلة وهجن المرقاب.